يا اخوان سعد نقول ام درمان القديمة عبغ التراب حقها يا اخوانا، هو تراب كل الوطن، هو النموذج، هو النموذج. طينة ام درمان هي نموذج لكل مناطق واغاليم وولايات واجناس واثنيات وقبائل السودان كلها في بوتقة واحدة لأم درمان. عشان كده بنقول يا اخوان اللي بيحب السودان بيحب أم درمان. نحن يا إخوة ما بنزحزح، ما بنزحزح، والنموذج اللي حصل ده الآن يا اخوان بينتقل في اخواننا المغاتلين في الجزيرة، أبناء شعبنا الآن بيدافعوا وتقام عليهم المجازر في الجزيرة، بيستلهموا يا اخواننا روح الصمود دي منكم هنا من شعب ام درمان. اخواننا في الابيض، ابيض المقدوم مسلم يا اخواننا الان بيدافعوا عن ارضهم، عن عرضهم، عن بيوتهم، عن تاريخهم، عن ارثهم، ايضا يا اخواننا يستلهموا هذا الامر من ام درمان. ايضا يا اخواننا شعب ام درمان توهج في الصمود، وكل النور والوهج ده يا اخواننا عم الدلنج، دلنج الحضاره والنور، وكادوغلي الفتيه الابيه وبابانوسا الصمود والنار والشرار، وكل الان شعوب وابنائنا واهلنا في تلك المناطق بيدافعون بنفس الحميه، متمسكين بارضهم، بترابهم، بارثهم، بتاريخهم. نحن يا اخواننا نفس الصمود ده يا اخواننا ونفس البساله والصبر حقكم ده ايضا الان يتجلى يا اخواننا في شموخ وفي عزه وكبرياء اهل السودان في الفاشل ابو زكريا. الان الجيش والقوات المشتركه الفتيه والشرطه الوطنيه السودانيه والجهاز المخابرات والمستنفرين والمقاومه الشعبيه وكل اهل الفاشل وميارم الفاشل، أخونا الوالي بيقوم بخطوات كبيرة جدا في إيصال الخدمات الأساسية في الكهرباء في المياه، وبازل جهود كبيرة جدا إن شاء الله خلال الأيام القليلة تكتمل وكل المنطقة يا أخوانا يكون فيها الكهرباء، تكون فيها المياه. الجهد كبير، وهذه الجهود الأخ الوالي يا أخوانا هو متابعة خطوة بخطوة، وأنا متابعة لحظة بلحظة، وإن شاء الله تمشي في اتجاه الحل الجذري بإذن الله، وغريبا جدا.